ما تصبري عليا بس، انت خلقك ضيق ليه؟ هو كل حاجة لازم نعملها بالطريقة التقليدية؟ ما تشوفي يا ستي الطرق الجديدة وتجربيها يمكن تعجبك. هنجيب 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة، ونحط عليها كوباية من السكر، وعشان حطينا بيض نحط فانيليا، حطي فانيليا، حطي كالونيا، حطي جاتو. هتضربي بقى المكونات دي كلها مع بعض، يا في الخلاط يا بالمضرب اليدوي، لحد ما يبقى لونها ابيض يكا، وتنزلي بنص كوباية من الزيت وتضربيها كويس قوي. وبعد كده حضري كوباية من عصير البرتقال. عصير البرتقال ده ممكن يبقى كوباية من الحليب اللي موجود عندك بقى لحاجة تضايقك ولا حاجة تعصبك، وعلبة من الزبادي، واضربي الخليط السوائل ده كله مع بعضه وحطيه على جنب. هنروح نحضر خليط البودر، وانا عارفة ان انتي هتقولي لي انا مش بعملها كده. هقول لك بقى، بصي انا حطيت 2 من دقيق السميد. دقيق السميد اللي بيباع عند العطار، مش بتاع السوبر ماركت، مش الخليط الجاهز. 1 كوباية من جوز الهند، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر، ورشة من الملح. انا عارفة ان انتي بتقولي ان انتي بتحطي 1 كوباية من الدقيق الابيض و1 كوباية من دقيق السميد. لا، انا بحط 2 كوبايتين من دقيق السميد، وما بستخدمش دقيق ابيض، انا بحبها كده. عايزة تعملي بقى يعني 1 كوباية 1 كوباية براحتك. حطيت بقى الباودر ده كله على بعضه على السوائل وضربتهم كويس. هنحط بقى الخليط ده على جنب خالص، ونحضر كريمة طعمها حلو جدا، وحاجة جديدة ممكن تكوني ما شفتهاش. 1/2 كوباية من الجوز الهند، ومعلقة من سكر البودرة، رشة فانيليا، وعلبتين من الزبادي، ومعلقة كبيرة من الجبنة الكريمي. ممكن الجبنة الكريمي دي تبقى معلقة من القشطة اللي بناخدها من وش اللبن. تمام، بقى عندي الكريمة، هقول لك هنعمل بيها ايه. قلبيهم كويس قوي بالمعلقة، هيبقى شكلها كده. هنجيب صينية اللي هي الصينية الكبيرة بتاعت البسبوسة، اللي هي مقاسها تقريبا 32 حاجة كده. هندهنها بالزيت او بسمنة، ويفضل تكون سمنة، ونرش رشة من السميد. ونجيب بقى الخليط بتاع الرواني، اه دي كيكة رواني بس بطريقة مختلفة، او ممكن نسميها كيكة بسبوسة بالبرتقال، يعني بصي سميها زي ما تسميها. هننزل بالخليط كله بقى كده في الصينية، وما تتنزليش عن فتفوتة من الخليط. وبعد كده هنسويه بمعلقة كده، ونمسك الصينية ونهبدها هبدتين كده على الرخامة علشان الخليط يتساوى، لو في اي فقاعات تروح. هنجيب الخليط الكريمة اللي احنا عملناه من الزبادي وجوز الهند، ونحطه في كيس حلواني، ونعملها بشكل الشمس او الوردة زي ما انتم شايفين كده. ممكن تعملي اي شكل تاني، يعني خلي روح الفنان عندك تظهر كده، واعملي اي شكل تاني. ممكن تعمليها في صينية مربعة وتعملي ايه مربعات. حطيت شوية سمسم بين الفراغات، ودي اختياري. سخنا الفرن كويس قوي، وخليناها في رف اوسط على درجة حرارة 180، قعدت من 25 ل 30 دقيقة بالكتير. لو احتاجت شواية شغلي. وهي جوه الفرن هنحضر الشربات. الشربات بقى هنعمل كمية قليلة قوي. عملت 1/2 كوباية من السكر، و1 كوباية من المية، شوية فانيليا، وعصرة ليمون. هيغلي غلوتين وخلاص على كده. احنا عايزين شربات خفيف بس كده. اول ما تطلع من الفرن هيكون الشربات سخن، يعني هي سخنة والشربات سخن، وهنسقي بيها الكيك. لو انت حسيت ان الشربات قليل، ممكن تخلي بدل 1/2 كوباية السكر دي 1 كوباية من السكر، قدامها مثلا 1.5 كوباية من المية، وتعملي الشربات. بعد ما تسيبها بالشربات، غطيها بالفويل وسيبيها تهدى خالص بره التلاجة، وحطيها في التلاجة ساعة او ساعتين. كل ما تمسك جوه التلاجة هتبقى احسن، عشان لما تيجي تقطعيها ما تفرولش منك. زي بالظبط البسبوسة، البسبوسة لازم سيبها تبرد وسيبها في التلاجة شوية، وبعدين نقطعها علشان تقطع معاكي قطع ما تبقاش ايه مفرولة. تمام، عشان احنا مش حاطين دي ابيض اصلا. قطعيها بقى، وما اقدرش اقول لك على الطعام والحلاوه. الكريمه بتاعت الزبادي وجوز الهند اللي فوق دي مديها طعم حلو قوي، ومخليها طعمها هادي كده، وسكرها هادي جدا، يعني حاجه كده ما تجزعش، وطعمها حلو جدا بجد يا جماعه. شكل الصينيه حلو، لما تيجي تقدميها للضيوف شكلها حلو جدا، ولما يجوا ياكلوها بجد هتعجبهم جدا. جربيها وقولوا لي، ولو عجبتكم الوصفه اعملوا لايك للفيديو، شيروه، اكتبوا لي كومنت حلو، واعملوا لي فولو لو لسه ما عملتوش.